من فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل. السؤال: هل الارتقاء المراد في الحديث لمن كان حافظا أو لمجرد القراءة ولو لم أكن حافظا؟ اقرأ، ما قال اقرأ حفظا، قال اقرأ، هذا عام. قراءة القرآن حفظا أو نظرا، ولكن نحتاج إلى معرفة درجة الحديث هذا. نعم.